تزامنا مع شهر رمضان المبارك، تقوم اليوم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولى جلال بخرجة ميدانية رفقة أفراد الأمن الوطني ومديرية التجارة من أجل مراقبة المحلات وتاريخ انتهاء صلاحيات وأسعار السلع المعروضة للبيع والموجهة للاستهلاك من طرف المواطنين على مستوى إقليم ولاية أولى جلال للحفاظ على الأمن الغذائي والمادي للمواطن. تقوم المصلحة الولاية الشرطة العامة لولاية أولى جلال رفقة عناصر الدرك الوطني وكذا أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات يومياً بمراقبة المحلات التجارية، وهذا للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والتنظيمات الخاصة لحماية المستهلك المتعلقة بالممارسات التجارية، وهذا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.